مساء الخير، انا دكتوره هبه حسن، استاذ مساعد اشعه تشخيصيه. التخصص الدقيق بتاعي هي تصوير امراض السيدات، بمعنى الماموجرام والموجات الصوتيه ورنين مغناطيسي لامراض الثدي، وفي نفس الوقت الموجات الصوتيه والرنين المغناطيسي لامراض الحوض. المقصود بامراض الحوض المبيض والرحم. يمكن سيدات كتير قوي دلوقتي ابتدوا ياخدوا بالهم ان هم المفروض يعملوا حاجه اسمها كشف مبكر على امراض الثدي، وده بيبتدي بعد سن الـ40، ان هي كل سنه لازم تعمل ماموجرام وممكن تعمل كمان معاه سونار. وبعض الحالات اللي قبل الـ40 في بعض السيدات بتشتكي من مثلا وجع في الثدي، او بتشتكي ان في حاسه بكلكعه في صدرها، او ساعات الحاله ما بتنزل سائل، سواء السائل ده دموي او غير دموي، فبتتخض وبتضطر ان هي تروح لدكتور طبعا. وبعد كده الدكتور ده بيبعتها لنا نعمل لها اشعه عشان نشوف المشكله الاساسيه فين. اقدر اطمنكم واقول لكم ان اكتر من 80% من الحالات بتطلع يعني تغييرات حميده، ما بتبقاش اورام خبيثه، لكن احنا الهدف بتاعنا ان احنا نحاول نلقط اورام الثدي بدري جدا قبل ما تبتدي تتشعب وتنتشر في الجسم كله. هيبقى علاجها اسهل، السيدات ممكن تدخل علاج جراحي على طول، ما تحتاجش انها تاخد كيماوي اشعاع كتير. وفكره ان هي ناس كتير قوي رابطه ان اللي يجيله سرطان او كانسر ده خلاص يعني قدامه ايام معدوده، لا بتنتهي. يعني انا معايا حالات كتيره قوي يعني بنعتبرهم سرفايفرز او محاربي يعني المرض ده، بقى لهم اكتر من 10 سنين بيتابعوا. لان هي الفكره كلها ان هي اول ما حست بحاجه راحت لطبيب على طول، والطبيب بعتها تعمل اشعه وكمل على هذا الاساس. كل اللي بنطلبه من كل سيده ان هي تحاول تعمل نفسها كشف مبكر على الثدي، انها تحاول دايما تتعلم ازاي تعمل الكشف الذاتي للثدي، بحيث ان لو في اي حاجه صغيره تقدر تلقطها بسرعه، ونطمن بعد كده ان شاء الله انها ممكن تطلع حاجه حميده، او لا قدر الله لو طلعت حاجه خبيثه تبقى بدري قوي يبقى علاجها اسهل بكتير. بالنسبه لامراض الحوض عندنا برضو غير الاورام، عندنا البطانه المهاجره مثلا، ودي من الحاجات اللي يمكن بتقرق سيدات كتير قوي دلوقتي، ان هي بيجي لها وجع وطوق. ويمكن اكتر حاجه بتتعبها السيدات اللي بتبقى لسه متجوزه وعندها مشاكل في انها تحمل، ونكتشف ان عندها التصاقات بتبقى جزء منها كبير قوي بسبب البطانه المهاجره. فهي برضو منين ما السيده تحس باي وجع، تحس باعراض او افرازات ريحتها مش حلوه، يستحسن ان هي تروح لدكتور النساء هيكشف عليها وهيعمل لها مبدئيا ممكن موجات صوتيه، ولو شك في حاجه بيعملها بيبعتها تعمل رنين، نطمن اذا كنا احنا لقينا مشكله في مثلا بطانه مهاجره ولا لا. ساعات كتير قوي البطانه المهاجره دي احنا ممكن نلقطها وهي صغيره قوي، ما بتبانش في موجات صوتيه لكن بتبان في رنين قبل ما تبتدي تكبر وتستفحل، ولدرجه انها تبان بعد كده في الموجات الصوتيه. بالنسبه برضو للاورام، لو هي حست بنزيف، خصوصا السيدات اللي بعد انقطاع الطمث اللي هو بيسمى سن اليأس، ابتدى يجي لها نزيف، وده حاجه طبعا مش طبيعيه بالنسبه لها، يستحسن انها تروح لدكتور النساء على طول. هيعمل لها يا اما كحت وتنظيف، ويعرف نوع، نشوف نوع الخلايا دي تحت الميكروسكوب. لو لا قدر الله الخلايا دي طلعت فيها اي خلايا سرطانيه، بنبتدي بقى نعمل رنين عشان نشوف حجم الورم قد ايه ووصل لحد فين. وكل ما الحكايه دي تبقى بدري، كل ما نقدر نلحق الاورام دي بدري، برضه يبقى العلاج اسهل واسرع وبالشفاء الكامل ان شاء الله.